السلام عليكم، يعطيكم العافية. احنا خلصنا تشابتر 1 اليوم، ان شاء الله راح نبلش بتشابتر 2 اللي عند هي ريسبونس تو هارمونيك اكسايتيشن. اوكي، هلا قبل اللي ابلش في تشابتر 2 خليني راجع لك تشابتر 1 بسرعة. احنا حكينا تشابتر 1 عندي كان فيه فري فايبريشن اللي ما كانش فيه فورسز. اوكي يا شباب، هلا عندي كان فيه تو كيسز بدون دامبينج او ان دامب سيستم. عندي هي سنجل ديجري اوف فريدم سيستم اللي كان في عندي في كي اند ام سبرينج اند ماس، وكانت عندي الايكويشن اوف ايموشن عندي اياها تعطى زي هيك. هلا هاي عندي اياها ديفرنشال ايكويشن. هلا ثاني نوع استخدمناه في تشابتر 1 اللي كان فيه دامبنج، او انه عندي اياه دامبد سيستم اللي كان عندي اياه زي هيك. عندي اياه سيستم فيه سبرينج كي، عندك انه في دامبنج سي، عندك انه كان فيه ماس ام. هسا الايكويشن اوف ايموشن عندي اياها تعطى بالفورم اللي عندي اياه هون، انه صار في عندي فرق عن الاندامد سيستم ضبط معه بس الدامبنج تيرم اللي عندي اياه هون سي في اكس دوت. اوكي يا شباب، هلا هون في الايكويشنز اللي عندي اياهم هون قسمنا الايكويشن هاي على الماس ام، طلع معي الفورم هاد. هلا كمان عندي في الدامب سيستم عندي كمان نفس الاشي، عندي كان بالبداية بطلع معي فورم زي هيك، بعد ما اقسمه على الماس ام عندي طلع بالفورم الثاني هاد. اوكي، هلا هذول اذا ملاحظين differential equations عندي اياهم بيساوي zeros، او ايش عندي اياهم homogeneous differential equations. اوكي يا شباب، كان عندي السولوشن عندي يعطى في الفورم اللي عندي اياه هون x of t بتساوي c، c هاي عندي اياها ثابت في e lambda t. اوكي يا شباب، هلا في chapter 2 حضيف الفورسز عندي اياها فورس vibration. اوكي يا شباب، عندي كمان 2 cases من الفورس vibration تماما زي ما سوينا في البري vibration. عندي كيس 1 عندي اياها undamped بدون damping، وبالكيس الثاني عندي اياها damped systems اللي فيها damping. اوكي، نبلش في undamped system. عندي spring mass system عندي K عندي M، بس هون الفرق عن systems of chapter 1 عندي انه في force F of T، عندي هاي الفورس بنسميها excitation force، او انه قوة التحفيز اللي عندي اياها applied force، او انه عندي اياها loading force. اوكي يا شباب، اوكي. هسا ال equation of motion عندي اياها راح تكون شبيهة في ال free vibration، بس عندي بدال الزيرو هاي عندي صار في كيو تيرم الفورسنج تيرم هذا اللي عندي اياه اف اوف تي. اوكي، هلا زي ما قسمنا الايكويشن هاي على الماس ام، بنقسم هاي كمان عندي اياها على الماس ام. اوكي، عندي اياها صارت اكس دبل دوت بلس الناتشرال فريكونسي تربيع تايمز اكس عندي اياها بتساوي الاف اوف تي مقسومه على الماس ام. اوكي يا شباب، هسه سؤالي شو اللي فارق بين الايكويشن هون والايكويشن هون؟ هل هاي عندي اياها نون هوموجينيوس ايكويشن، اما هاي عندي اياها هوموجينيوس ايكويشن. اوكي يا شباب، هلا الكيس الثانيه انه عندي اياها دام السيستم، انه سيستم عند في دامبنج مع فورس اف اوف تي. اوكي، هسا ال
equation of emotion حتكون عندي إياها تعطى بنفس ال equation اللي عندي إياها كانت في ال damped vibration, بس إنه عندي فيها term زايد ال forcing term, forcing term. أوكي شباب, زي ما سوينا هون إنه قسمنا على الماس أم, عندي كمان هون بنقسم على الماس أم. عندي الفورم النهائي عندي يا صار في الشكل هذا اللي عندي يا x double dot plus 2 zeta omega n x dot plus omega n تربيع x بتساوي عندي f of t مقسومة على الماس m. هلا انه كمان هن هاي عندي ياها non homogeneous equation differential equation. اوكي يا شباب, هسا السولوشن للتو سيستمز اللي فيهم فورسز هون عندي اياها صارت نون هوموجينيوس ديفرنشال ايكويشن. السولوشن عندي اياها صار ايش, انه بيتكون عندي اياها من تو بارتس هوموجينيوس بارت, انه اكس عندي اياها اتش. اوكي, عندي كمان البارتيكولار السولوشن انه اكس سب بي. اوكي شباب, هلا ال homogeneous part عندي يا solution لل homogeneous equation اللي عندي ياها بتساوي زيرو. هلا هذا تماما عندي يا زي ما اخذنا في chapter 1. اوكي, هسا التركيز في chapter 2 عندي يا حيكون عندي يا هون او على ال particular solution. اوكي شباب, ال homogeneous solution عندي يا تماما زي ما اخذنا في chapter 1 بالundamped والdamped systems, اما التركيز عندي في chapter 2 حيكون عندي على انه xp او اللي عندي اياها particular solution. اوكي شباب, اوكي هلا نشوف كيف نبلش ب forced vibration of undamped systems. اوكي, هلا انه في عندك كثير تايبز اوف الفورسز, بس احنا في chapter 2 بكل الماده عندي اياها انه بدي تكون الفورسز عندي اياها هارمونيك فورسز. شو معنى هارمونيك فورسز؟ انه يكون عندي اياها ان terms of ساين او كوساين بس, اما اي نوع ثاني من الفورسز ما بديش اياه في الكلاس. اوكي يا شباب, هلا فرضا عندك انه في سبرينج ماس سيستم عنده كي عنده ام, بس انه في عليه ابلايد فورس, الفورس هاي عندي اياها تعطى بهارمونيك فانكشن عندي اياها ساين او انه عندي اياها كوساين. اوكي يا شباب, الفورس هون عندي اياها انه اف اوف تي عندي اياها بتساوي اف نوت في كوساين اوميجا تي. شو اف نوت؟ شو عندي اوميجا هاي؟ هلا انه اف نوت عندي اياها الفورس امبليتيود. اوكي, عندي اياها تعطى في النيوتن. اوميجا هاي عندي اياها اكسايتيشن فريكوانسي او انه الفريكوانسي تبعت فورس هاي. هلا حيصير في عندي two types of frequencies, اوميجا هاي اللي هي عندي اياها excitation frequency او frequency التحفيز of the force هاي. عندي كمان natural frequency اللي قلناها في chapter 1 اللي عندي اياها اوميجا ان. اوكي يا شباب, هسا لو نرجع لل equation of motion هون, اذا بدك تشوف الاشتقاق هذا كيف صار عندك اياها في الكتاب, بس هاي شغلات سهلة ما راح اخوض فيها هون. اوكي يا شباب, لو نرجع للنوتس هون عندي ال equation of motion of the undamped systems عندي اياها mx double dot plus kx بتساوي عندي اياها ال f نوت كوساين اوميجا تي. اوكي, زي ما سوينا chapter 1 بنقسم الايكويشن هاي عندي اياها على الماس ام,
بيطلع معك الفورم اللي عندي يا هون x double dot plus omega n تربيع x بتساوي عندي اياها small f note هون cosine omega t. هسا ال small f note هاي عندي اياها ال capital f note اللي عندي اياها بال force هون مقسومة على الماس m. اوكي شباب اوكي اوكي طيب هلا زي ما حكينا هون انه عندي الايكويشن هاي عندي اياها differential equation بس انه عندي اياها non homogeneous equation. اوكي شباب السولوشن تبعها عندي يا صار يعطى في الفورم اللي عندي يا هون عندي يا summation of two parts homogeneous part انه x sub انه h هون اوكي plus a particular السولوشن اللي عندي اياه اكس بي. اوكي شباب هسه احنا بنعرف من تشابتر 1 انه الهوموجينيوس سولوشن عندي اياه للهوموجينيوس ايكويشن اللي كان عندي اياها بتساوي زيرو هون اللي بنعرف احنا انه اكس الى اتش او هوموجينيوس سولوشن عندي اياه انه اي كوساين بلس بي ساين اوميجا ان اوميجا ان. اوكي يا شباب هلا اللي بدي اياه احنا في شابتر 2 قلنا راح نركز على البارتيكولار سولوشن. هلا كيف بدك توجد اكس بي تي؟ هاي اكس بي اوف تي عندي اياها بدي افرضها بيجي فورم بيشبه ال فورسنج تيرم هون. هلا هاي عندي اياها بيسكس differential equation. اوكي يا شباب بنفرض اكس ال بي عندي اياها بتساوي انه الفا ثابت كوساين اوميجا تي بلس بي ساين اوميجا تي اوميجا هي عندي اياها الاكسايتيشن فريكونسي. اوكي يا شباب هسا بعوضها في الـ equation of motion اللي عندي اياها هون يا شباب عشان اعوضها لازم اطلع x double dot بنشتق انه x p هاي عندي اياها مرتين بالنسبة للـ time x dot p وعندي اياها x double dot p of t اللي عندي اياها حتكون بالـ form هاي. اوكي يا شباب هسا بعوض انه x p of t والـ x double dot p of t في الـ equation of motion اللي عندي اياها هون. اوكي التعويض راح يعطيك الـ final equation form هون. اوكي شباب الـ form اللي عندي اياها هون. اوكي اوكي هسا لو ملاحظين هون انه صار في عندي ترمات انه عندي اياها function of the cosine. اوكي عندي كمان ترمات function of the sine الترم اللي عندي اياه هون والترم اللي عندي اياه هون. هلا بنجمع الساين تيرمز لحال والكوساين تيرمز لحال. اوكي هسا لو بنجمع هون الكوساين تيرمز حيطلع معي شو الترمات اللي فيها كوساين الترم عندي اياه هون الترم اللي عندي اياه هون والترم في الطرف الثاني اللي عندي اياه هون. اوكي هذول عندي اياهم اللي 3 terms اللي فيهم كوساين. اوكي يا شباب هسا لو نختصر كوساين مع كوساين مع كوساين راح يطلع معي انه الفا هاي بتكون عندي اياها تعطى ب اف نوت اف سمول نوت مقسوم على اوميجا ان تربيع ماينس اوميجا تربيع. اوكي يا شباب هل هاي عندي اياهم الترمات اللي كانوا in terms of cosine. طيب الترمز اللي عندي فيهم ساينز اللي عندي اياه الترم هاد هون وعندي كمان الترم هون. اوكي بس بالطرف الثاني هون ما عنديش ساينات. اوكي عندي اذا صفى الفاينل equation اللي عندي اياه هون منها بطلع انه البيتا عندي اياها زيرو. اوكي هسه لو بعوض انه الفا والبيتا
في ال particular solution اللي عندي اياه هون الترم هذا عندي اياه 0 طار صفى عندي بس الترم اللي عندي اياه هون اوكي راح يطلع عندي انه اكس بي تي اوف تي عفوا عنديها بتساوي الاف نوت مقسوم على اوميجا ان تربيع ماينس اوميجا تربيع في كوساين اوميجا تي اوكي هسه التوتال سولوشن عندي ايش كان عندي اي مجموع الهوموجينيوس بارت والنون هوموجينيوس بارت اوكي الهوموجينيوس بارت بنعرفه كان من شابتر 1 انه اكس بي عندي اياها كانت طلعناها هون اذا عندي صار التوتال سولوشن عندي يعطى في الايكويشن اللي عندي اياها هون اوكي هسا لو ملاحظين عندي في التوتال سولوشن هذا انه بعد في عندي انه في ثوابت اللي ثابت A واللي ثابت B هذول ثابت A واللي ثابت B بنطلعهم من ال initial conditions اوكي يا شباب تماما زي ما سوينا في chapter 1 اوكي هسا اني شوف كيف بدي يطلعهم اذا كنت معطيك ال initial conditions هون x of 0 عندي اياها بتساوي ال x naught and ال x dot of 0 عندي اياها v naught بدي منك هون find الثابت a and الثابت b اوكي هسا مره ثانيه اللي total solution عندي اياها زي هيك اوكي لو بعوض في اللي t 0 انه x of 0 عندي اياها بتساوي كانت x a naught كوساين 0 عندي اياها 1 ساين 0 عندي اياها 0 هذا الترم عندي اياها 0 طار كوساين 0 كمان عندي اياها 1 بيطلع معك انه الثابت a عندي اياها x نوت ماينس الاف نوت مقسوم على الناتشرال فريكوانسي تربيع ماينس الاكسايتيشن فريكوانسي تربيع تنساش كمان عندي انه السمول اف نوت هاي عندي اياها كانت كابيتال اف نوت مقسومة على الماس ام اوكي شباب اوكي هلا مشان بعوض عفوا بعوض هون الكونديشن الثاني اللي عندي اياها اكس الدوت اوف 0 اللي بيساوي عندي اياها في نوت اوكي لازم نشتق الاكس اوف تي هاي بالنسبه للتايم تي هسه لو بنوجد انه اكس دوت اوف تي حتكون عندي اياها في الشكل اللي عندي اياه هون اوكي شباب هاي سمبل مات يا شباب اوكي هسه بعد ما طلعت الـ x dot of t بعوض فيها الـ time t عندي اياها 0 x dot of 0 عندي اياها بتساوي الـ v naught بعوض هون نتيجة 0 الـ term هذا عندي اياها طار والـ sin الـ 0 هنا كمان عندي اياها الـ term طار cosine of 0 عندي اياها 1 اذا الصفة عندي بس الـ term الصغير اللي عندي اياه هون اوكي منها بطلع انه الثابت بي عندي اياه بي نوت مقسوم على اوميجا ان اوكي شباب اوكي اذا عندي ايش اذا عندي ايش التوتال سولوشن عندي اياه صار يعطى بالايكويشن الكبيره اللي عندي اياها هون اوكي شباب بدال الثابت A بعوض القيم اللي طلعناها هون بدال الثابت B بطلع القيمة of B اللي عندي اياها هون عندي صار التوتال سولوشن عندي اياها صار في الايكويشن الكبيرة اللي عندي اياها هون هلا انه في اشي مهم يا شباب تحفظوش الفورم هذا بس انه بدي اياك تكون فاهم كيف طلعته بالبداية انه بدك تعمل homogeneous solution هذا طلعناه
في chapter 1 اوكي عندي كمان particular solution طلعناها قبل شوي جمعناهم سوا عندي طلع انه في ثابت A وعندي كمان ثابت B هذول طلعناهم من ال initial conditions اللي تحفظش الفورم اللي عندي اياه هون بس بدي اياك تكون فاهم كيف طلعناه اوكي هلا تنساش هون انه عندي اوميجا عندي اياها سكوير روت اوف الكي على الام وال انه سمول اف نوت هاي عندي اياها كابيتال اف نوت مقسومه على الماس ام اوكي شباب اوكي هلا انه عندي سبيشال كيس اذا كانت الناتشرال فريكوانسي عندي اياها بتساوي الاكسايتيشن فريكوانسي او بترم ثاني اوميجا ان بتساوي عندي اياها اوميجا اوكي هلا راح نقسم هون ونقسم هون على زيرو اذا ايش اكس اوف تي عندي اياها صارت ما لا نهايه او شو يعني انه السولوشن هذا عندي اياه صار انه ان ستيبل حصير عندك انه في فيلير هلا لو انك مثلا بتصمم سياره يطلع معك الاكسايتيشن فريكوانسي عندك اياها بتساوي ناتشرال فريكوانسي اوف السياره حيصير فيها ديفلكشن كبير كثير هيعمل عندك فيلير بالسياره هاي عندك الديفلكشن هون انفينيتي او انه ان ستيبل حيصير عندك انه فيلير بالسياره هاي او انه راح يضل فيها فايبريشن كبير كثير راح يسوي لك فيلير بالسياره هسا الظاهره هاي بنسميها ريزونانس يسميها ريزونانس او الصدى او رنين اوكي يا شباب اوكي اوكي نشوف فورم ثاني عندي للفورس هاي اذا كانت الفورس انه اف اوف تي عندي اياها زيرو او انه كان عندي الامبليتيود اوف الفورس هاي عندي اياها زيرو كابيتال اف نوت عندي اياها زيرو هسه لو بعوض انه اف نوت الكابيتال هاي عندي اياها زيرو هون حيطلع معي السمول اف نوت هاي كمان عندي اياها زيرو راح يطير عندي الترم هذا حيطير عندي الترم هذا بنرجع الى ايش الاكس اوف تي عندي اياها بتساوي اكس نوت كوساين بلس بي نوت على الناتشرال فريكوانسي كي ان كوساين وبنرجع للسولوشن اوف the undamped spring mass system اوكي شباب اوكي تمام اوكي طيب كيس ثاني اذا كانت انه الفورس عندك اياها كونستانت او الاكسايتيشن فريكوانسي عندك اياها زيرو هسه لو بعوض الكوساين انا كانت عندي الفورس عندي اياها زي هيك لو كانت اوميجا هي عندي اياها زيرو اللي كوساين هذا عندي اياها واحد اذا الفورس عندي اياها صارت بس اف نوت او انه قيمه ثابته اوكي حصير عندي الفورس اف اوف تي عندي اياها بتساوي الاف نوت اوكي شباب او انه الايكويشن اوف ايموشن عندي اياها صارت اكس دبل دوت بلس اوميجا ان اكس بتساوي عندي اياها الاف سمول اف نوت اللي عندي اياها سمول اف نوت هي كانت الكابيتال اف نوت مقسومه على الماس ام هسه لو بعوض في السولوشن هذا هون الاكسايتيشن فريكوانسي هاي عندي اياها زيرو راح يصير عندي السولوشن في الفورم اللي عندي اياه هون هذا ما عنديش اياه ثابت هذا عندي هي فانكشن اوف التايم كمان ليش عندي هون صفة كوساين هاي فيها تايم والكوساين هاي عندي اياها تايم بس ايش
بس ايش الترم الباريكولار ترم عندي يا ثابت مش عندي يا فانكشن اوف التايم. اوكي يا شباب اوكي تمام. هسا اللي بدي اياه منك انك توجد التوتال سولوشن اذا كانت الفورس عندي اياها تعطى ان تيرمز اوف الساين. هسا اللي سويناه هون كانت الفورس عندي اياها تعطى ان تيرمز اوف الكوساين. اوكي طيب اذا كان بدل الكوساين هل عندي اياها ساين شو راح يكون السولوشن؟ اقرا راح يطلع عندي هي نفسه بس بدال الكوساين هاي عندي اياها ساين. الكوساين اللي عندي اياها هون حتكون عندي انه عندي اياها ساين. هلا كيف بدك توجد السولوشن للكيس هاي؟ بدك تعمل زي اللي سويناه هون تماما هوموجينيوس بارت زائد بارتيكولار بارت وتفرض انه اكس بي عندي اياها اوف السير اوف السيم فانكشن راح يطلع معك التيرمز هذا بيساوي زيرو. اما التيرم هون عندي اياه حيكون سمول اف نوت ضرب ساين. اوكي شباب الاختلاف عندي اياه حيكون هون بس. اوكي هاي انه بدي اياها منك تطلعها لحالك. هل هاي براكتس؟ اوكي تمام.